السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم من جديد في القناة تاعنا. ما تنسى الجام واشتراك في القناة. خلونا نشوفوا ترتيب الدوري الجزائري بعد الجولة 26. المركز الأول شباب بلوزداد، المركز الثاني شباب قسنطينة، المركز الثالث وفاق سطيف، المركز الرابع مولودية الجزائر، المركز الخامس اتحاد العاصمة، المركز السادس شبيبة الصورة، مركز السابع مولودية البيض، مركز الثامن اتحاد خنشلة، مركز التاسع اتحاد بالسكرة، مرتبة 10 مولودية وهران، مرتبة 11 جمعية شلف، مرتبة 12 نجم مقرة، مرتبة 13 شبيبة القبائل، المرتبة 14 أمل الأربعاء، المرتبة 15 نادي بارادو، المرتبة 16 والأخيرة هلال شرغوم العيد. المهددين خوتي بالسقوط اتحاد بالسكرة، مولودية وهران، جمعية شلف، نجم مقرى، شبيبة القبائل، أمل أربعاء، نادي بارادو. هذو كامل خوتي مهددين بالسقوط مع هلال شرغوم العيد، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. ما زالت الجولة.